معنا مدرب الجيش الملكي أمل سي بن سالم. نهاية اللقاءات ديالكم في دوري القادري بالجديدة، نقدروا نعرفوا التقييم ديالك لهذه النتائج. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تنشكر الحاج مبارك اللي دائما تيسهر على هذا باش ينظم هذا الدوري في أحسن الظروف. الحمد لله عام على عام تيكون المستوى شي شوية مرتفع. عندي أنا واحد الملاحظة، عاد نرجعوا للتقييم ديال المباريات. الملاحظة الأولى اللي عندي أنا وهي تنتمنى من هاد المسؤولين اللي تينظموا الدوري باش يبقاو ياخذوا الدراري اللي عندهم السن اللي عندهم الحقهم يلعبوا، يعني الشبان. تنشوفوا بعض الفروق لقاش كاين منتخبات، لا لا قاش كاين منتخبات ديال العصب اللي تتلقى كل منتخب ديال العصبه تيشكل عنده واحد المجموعه ديال اربعه ديال الفروق اللي وتتلقى خمسه ولا سته ديال لي سينيور. انا سو با داكور، انا جو بريفير نلعب بلي كرادي ولا نلعب بلي جونيور باش الدوري يدوز في احسن مستوى. انا تنطلب منهم بحال دابا العام الجاي اللي كانوا غيتنظم هذا الدوري يديروا على الاقل البطاقات الوطنيه او الرخص ديال الانديه ديالهم ويقدروا ينفرسوا ليكيب واحد دوز اليموم ليكيب سينيور باش يكون المستوى. لقاش تنشوف بعد مثلا المنتخب الشاويه تبارك الله تتلقى ثلاثه من الوداد اربعه من الرجاء ولكن فيهم لعابه اللي هما سينيور. على العموم دوري ناجح الحمد لله، تنتمنى هادشي. كانت استفاده؟ معلوم كاين استفاده لحقاش هنا تنتعرفوا شي شويه مع الناس، تنشوفوا مسؤولين قدام، تنشوفوا مدربين مؤطرين اللي شحال هذه ما شفناهمش. تنبقاو نتسناو هذا العام هذا بحال اللي غادي نحججوا، نتسناو باش نتعرفوا عليهم يعني باش عاود نتلاقاو معاهم من جديد. يعني الدوري ناجح الحمد لله بواحد النسبه كبيره. انا الملاحظه الوحيده اللي قلت لك هي هذيك، ماشي انا نفس اللي تنهضر تيهضروا كلشي اليوم عنده نفس الملاحظه. ما ساعدناش الحظ، ما كناش مستعدين بما فيه الكفايه. نقدروا نهضروا على الاستعداد، امتى بديتوا؟ الاستعداد ما بكل صراحه الدراري كانوا في عطله، يلاه هذا الاسبوع هذا اللي جينا باش شاركنا ديريكتوم، يعني ما استعديناش ما غاديش نقول لك يعني كل شيء. بالنسبه للفرق الاخرين كانوا مستعدين لحقاش كان عندهم تربص ديال باش يعزلوا الفريق الوطني للشبان في الدار البيضاء، يعني ما حصلوش من رمضان هما دايرين تربصات في الدار البيضاء واستفدوا العناصر ديالهم. وانت شتي دابا المستوى كي كان قبيله ما بين الشاويه وما بين تنسيفت، نتمنى المستوى اللي شفنا قبيله في المباراه ديال قبيله يكون احسن بالنسبه للنهايه غدا ان شاء الله. استاذ نسالي سؤال مهم. نسالي نسالي السؤال اللي تنسى. ماشي مشكل، عاودتي لي. مهم ياك غادي تعاود تلوت شي هادشي هذا. غادي ندير مونتاج. غادي ندير مونتاج، تفكر السؤال وحنا يمكن قلنا كل شيء. واخا شكرا تبارك الله عليك.